برضو كنت بتكلم معاكم من شويه على حته ان في لبس عند البعض من الناس عن طبيعه الرياضه دي، يعني ايه الفرق بين رياضه القوه البدنيه ورفع الاثقال مثلا؟ القوه البدنيه بتكون ثلاث حركات، اول حاجه بنبدا بالسكوات وبعدين البنش بريس وبعدين الديد ليفت. بيكون لكل لاعب ثلاث محاولات في كل رفعه، بيحتسب اعلى رفعه وبناء عليه بيتجمع التوتال. اما رفع الاثقال هي كلين اند جيرك وسناتش، هي الى حد ما ممكن تكون يعني القوانين يعني واحده، بحيث ان اللاعب برضو بيكون ليه ثلاث محاولات في رفع اثقال سواء في الـ في الـ في الكلين اند جيرك او السناتش. وبس بقى الفرق ان احنا عندنا في القوى البدنيه اللاعب بياخد ميداليه على التوتال، اما بطوله البنش بريس او الديد ليفت احيانا بتكون منفصله. اما في رفع اثقال ممكن بياخد ميداليه على السناتش وعلى الكلين اند جيرك بالاضافه لميداليه التوتال، الا طبعا في الاولمبيات هي بتكون ميداليه واحده اللي هي بتكون ميداليه التوتال بس. حلو جدا، هسالكم سؤال صريح. تمام. وعايزين اجابه صريحه عشان لو في اي حاجه نلحق من دلوقتي ايه يعني كلامنا يوصل. خلينا نقول بطولات كبيره جدا بتشاركوا فيها وانجازات بتتم تحقيقها على الارض، اكيد قبلها لازم يكون في اعداد، لازم يكون عندي جهاز فني قوي، لازم يكون عندي كل المتطلبات اللي بتحتاجوها، مظبوط كده ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا معسكرات مغلقه، كل دي بتترجم بتكلفه. ابطالنا دلوقتي وانا بتكلم معاكم دايركت على مستوى الرجال والسيدات، هل احنا او خليني اقول عشان ما احرجكوش بنسبه كام في الميه بيتم توفير كل الاحتياجات وعندكم كل ما يلزم علشان انا ابقى رايح بطل بمثل بلدي عندي كل حاجه ما عنديش نواقص في امر ما، بنسبه كام في الميه بصراحه؟ طب اقول لحضرتك، هو الاتحاد كان الاول قبل تولي اللواء محمود بركات، عشان اتكلم بصراحه وادي لكل حد حقه، ما كناش بنسافر اي بطوله، يعني انا لعبت فوق الاربع تجارب بطولات مؤهله لروسيا ما سافرناش، ما كانش يعني كان بيتم الرفض ليه عشان ما فيش امكانيات ماديه؟ طبعا احنا كلاعيبه ما كناش نعرفه، ممكن تكون عشان الماده شويه، ممكن تكون عشان يعني ما فيش حد بيسعى قوي ان احنا ندور على اللعيبه. اول ما جه اللي هو محمود بركات، وانا طبعا الراجل ده عمل طفره كبيره جدا في هو ده سياده اللواء اللي كان سياده اللواء محمود صورته اللي معايا دي، عمل طفره كبيره جدا في رياضه القوى البدنيه. كويس. جه الميزانيه كانت واقعه جدا، في جه كان الاتحاد تحت، على الاتحاد بطريقه فظيعه جدا، عمل خلانا احنا كلاعيبه دوليين، انا لاعب منتخب اول مش صف تاني، خلانا كلنا بقى عندنا حماس، خلانا كلنا عندنا ان انا هلعب هسافر هجرب هنضم هسافر، خلاك فعلا اللي انت ظهرك قوي، انت لما يبقى عندك رئيس اتحاد قوي بيبقى ظهرك قوي، بتعرف تسافر، بتعرف تاخد حقك، بدلاتك بتاخدها، البوكيت ماني بتاعك بتسافر، الوزارة تمام بقت في ظهرنا. طبعا الدكتور اشرف صبح بدعم قوي لرياضه القوى البدنيه خلانا ليفل اول، ما بقيناش احنا تحت خالص مهمشين، بالعكس احنا بس بقينا. ده دعم معنوي انت بتتكلم على اساسه أنا بتكلم ولا مادي؟ في كله. لا دعم في مادي ايضا، المعنوي والمادي. طيب كويس. انت لما تسافر مهمين. امريكا، لما تسافر امريكا، وطبعا سفريه امريكا مكلفه قد ايه، مشاركنا تقريبا بسبعه لعيبه وحققنا كلنا ميداليات هناك، وبعدها طبعا سافرنا لسافر اوروبا واللي بنسافر انجلترا، بقول لك لسه حضرتك لسه راجع من انجلترا شهر 11، وتستضيف بطولتين لحد دلوقتي كاس عالم على ارضك وبالعدد المهول. طبعا انا عايز اتكلم في جزئيه، لما البلد المستضافه لبطوله كاس العالم لها الاحقيه انها تشارك باكبر عدد من اللعيبه، شاركنا بثلاث منتخبات، منتخب اول اللي هو بيمثل الاتحاد والوزاره ده بيبقى على نفقه الاتحاد، منتخب الثاني والثالث بيبقى على نفقتك الخاصه، بس لازم تبقى عامل توتال تاهيلي ان انت تنضم للمنتخب، يعني بيتيح لك الفرصه ان انت تقدر تشارك في المحفل الرياضي اللي هو على ارضنا ده، مش مختصر على عدد معين، لا بالعكس ده فاتحها للجميع. شاركنا وعملنا وتأهلنا الاتحاد دبليو بي سي، يعني عنده مصر قدرت تعمل كل حاجة، رغم لما يديك البطولة للمرة الثالثة على التوالي ده حاجة، لا الثالثة اللي هي جاية 2025 للمرة الثالثة على التوالي، لا هو عنده ازاي انتوا قدرتوا تعملوا كده وبتعملها انت، معلش مش حاجه بسيطه، انت بتستضيفها في شرم الشيخ. عارف طبعا جمله ازاي انتوا قدرتوا تعملوا كده، دايما بنتكلم يعني في مجملها كده انا ونهاوند في البرنامج ده، لما بنتكلم على ابطالنا اللي مشرفينا واللي بيحصلوا على مراكز متقدمه على مستوى العالم في رياضات اتحاداتها امكانياتها محدوده، فبنقول دايما ان اللعيبه وبالذات في الرياضات الفرديه يعني رفع اثقال كمال اجسام كذا،
اللعيبه في العالم كله كل واحد منهم على حده تلاقي عنده شخص متخصص في التغذيه، حد تاني في الدعم النفسي، احنا عندنا في مصر بيبقى عندنا ابطال عالم في بعض الاحيان عندهم مشكله اصلا في بند التغذيه، ومع هذا سبحانك يا رب تلاقي قدره الفول بتاعتنا المصريين طلعت ابطال قبل كده وعبر الزمان. الى اي درجه الكلام ده حقيقي انتوا لامسينه؟